فإذا كان الله فضل الرجال على النساء في العقل وقوة الجسم، هو إذا كان تأخر بحيث يعد فاصلا طويلا فبتعد هذه الحكاية تنفع لهذا. فإذا قال الله فضل الرجال على النساء في العقل وقوة الجسم، لذلك انتبهوا، هذه عبارة فاسدة يقولونها اليوم، لا فرق بين الرجل والمرأة، أو نريد المساواة بين الرجال والنساء، هذا يعني كلام فاسد، هذا خلاف القرآن، هذا كلام خلاف القرآن وخلاف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا واحد نظر الأنبياء كلهم من الذكور، لأن الذكور أقوى عقلا وجسدا. القادة في الغالب ماذا يكونون في الدنيا؟ حتى الذين كانوا يتولون الجيوش والحكم الرجال هم يتولون هذا في الغالب. الخليفة لا يكون إلا من الرجال، والقاضي لا يكون إلا من الرجال. وهذا في الدنيا اليوم، رؤساء الجمهورية الذين يتولون الأكثر رجالا من النساء، النساء شيء نادر، هذا هو الواقع. فحتى لا تسري هذه العبارة، لأنه اليوم الناس يتأثرون بما يسمعونه وبما يرونه، في كل الصفات الفاضلة الرجال أحن أعلى، أحن أشرف أزكى أذكى أعلم أفقه أعقل، في السياسة كذلك، في كل الصفات الفاضلة الرجال أعلى من النساء. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الشيخ هذا يتعلق بأمور الدين والدنيا. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا يتعلق بأمور الدين والدنيا. الرسول قال هذا، الرسول قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لكن الجاهلات لا يذكر لهن هذا. وهذه مسألة الله فضل الرجال على النساء في العقل وقوة الجسم، قد تكفر بعض النساء إذا سمعت هذا، قد تكفر. الآن كثيرات يقولن لا فرق بين الرجال والنساء، يقولن ما عاد في فرق. عاملون وزارة شيخ. فائدتهم. بعضهن شيخنا بيقول النساء أقوى عقلا. والله صار الآن يقول بعضهم.